احنا مو يعني مو اتفقنا انه بعد ما تخطفون البنيه وتخلوها يمكم احنا ما نتواصل الى ان انا ارجع اخذها؟ ايش فيك؟ تعيد نوصلن بالكلام، افتهمنا؟ احنا اتفقنا، ما ناسي يعني ما ناسي اللي ذكره كل زين. بس احنا انضربنا بوري بالبنيه. النوب ما تفتهم لا بالجديه لا باي شيء، لا النوب الليل كله تبكي، لا تخليني انام، لا ارتاح، ارجع تعبان من الشغل، خطيت ارجع تعبان من الشغل. ما يصير النوب يوميه متمرضه. انا جبت لها دواء، انا اجيب لها دواء الوحده غريب، انا جهالي ما جاب لهم دواء، هاي مصاريف فلوس تكلف. زين يعني ما اعرف بس يعني شنو المطلوب من عندي؟ شو اسوي؟ احنا الاتفاق مثل ما هو، بس محتاجين كم فلس؟ يعني البنيه مثل ما قال لك مريضه، تريد دواء، تريد اكل، يعني احنا جهالنا قوة ياكلون، ما عندنا بطرق هدومنا، يعني ما لاقين ناكل حتى نصرف على البنيه، يعني غريبه ودواء وهاي، فاحنا كلش محتاجين. انا اقول يعني لازم تدارينا ولازم يعني تنطينا حتى احنا هم ندير بالنا عليها، يعني البنيه تروح تموت اذا ماتت شلون؟ لو عندنا ما يخالف بس حمس. أنا يعني بس هذا إني شايلتي وياي ما عندي غيره. لا يعني ذني بس أنا أقول لو ها ها نسوارهم زين وياهن، إيه وهاي القلادي هم أكيد ذهب مو؟ هيك زينات فدوة، زينات يا دوب يكفن فدوة، زين بس عافية يعني بس بعد لا تواصلون وياي لأن والله تصير المشكلة كلش كبيرة، يعني خليني حلم أني أرجع أتواصل وياكم. إي لا وإحنا هم ما نفرح بشوفتك وأكيد أنت ما تفرحين بشوفتنا، يعني خذ راحتك. أقول ليش هاي طلعت دخل كل ما نتوازه نسلت منه. مو قلت لك عاشتي يوقف، مو قلت لك طول بالك على البنية وراها كومة فلوس واتهم شي أظل تلح على هذا الرجال إلى أن تلقاه، ما أعرف من ما تجيبه، جيبه من جوا القاعد الدورة. لك ما تشبع